السلام عليكم. هذا شيء بصراحة آسف جدا، ساعتي طقت. أتمنى نرجع كلنا كذا زي ما كنا أول، ناصر وعبد الله إن شاء الله بإذن الله. لا صدقيني ما راح أضحك. متفقين نجي تفاعلكم هنا عشان ندردش مو تحقيق. لا ما عايز أسألك بقى أنت سؤال، أنت تديني كم سنة؟ السلام عليكم. يا غادة عملية من هنا عملية من هنا حاجة من هنا حاجة من هنا. ما عملت ولا عملية تجميل. الموضوع أنه حنين لناصر لأنه هذا محميد يتكلم عن صاحبه اللي هو حمود لا أكثر ولا أقل. ما عندكم أنت تكاية؟ ما التكاية لا للأسف ما عندنا تكاية. البيجي والعربية ولا عندكم تكاية؟ إيوه نور بالفوشي طالع حلو مع الجرافيكس حق البرنامج. تري والله أحمر بس الإضاءة مسوية فيه كذا. تفاعلكم مع سارة الدندراوي في رمضان على شاشة العربية.